عبد الله العريشي هو أستاذ ديال التربية المدنية، تبع الدراسة ديالو ب لاغي شاستيل في مدينة القنيطرة، والتحق كذلك بعبد الملك السعدي، ثانوية عبد الملك السعدي. هي حقيقة تبعت فيها الدراسة ديالي، وأخيرا تبعت باش خرجت أستاذ ديال التربية المدنية من بعد في الكريبس ديال الدار البيضاء، واللي تبعت المهنة هذه هي مهنة شريفة، واللي حقيقة أعطتني واحد الشحنة قوية باش نكون عندي واحد الهواية في مختلف الرياضات اللي حقيقة ضحيت فيها وعطيت الكثير لمدينة القنيطرة فيما يخص مختلف الرياضات، نذكر منها الرياضات المائية. والرياضات المائية اللي حقيقة طعمت بها الفرق الوطنية، واللي بكل صراحة ضمن أول بطولة عالمية بسيدي بوغابة، وهذا كيشهد به كله وبقت تاريخية. ثم كذلك ضمن مختلف التظاهرات الرياضية في زوارق الشرعية، ثم انتقلنا كذلك إلى الكانوي كاياك اللي أصبحت فيه كذلك رئيس الجامعة، وتحت الظروف على أن أكون كذلك أن أتقلد مهنة ديال مهمة رئيس الكونفدرالية الإفريقية لمدة 4 سنوات، وهذا شرف كبير لمدينة القنيطرة ولكل الرياضيين، وهذا إن دل يدل على شيء، يدل على أن المثابرة وجنود الخفاء كما أقولها. لم تحصل لي فرصة بأن أعرف مدينة القنيطرة ولا كل المشاهدين ولا كل المتتبعين على من هو هذا الأستاذ ومن هو السيد عبد الله العريشي. أنا أقولها بكل تواضع، الرياضة المادية أعطي فيها كل ما يمكن أن أعطي، حتى في مسائل ديال الجديف ذهبت إلى ألمانيا بسيارتي الخاصة وحصلت على 14 زورق من ديال الجديف، واللي قدمتها للأندية والجامعة ديال الجديف، وهذه كمبادرة واتصالات شخصية اللي قمت بها. ثم طعمت كذلك رياضة الكاياك اللي حقيقة شاركت الحمد لله في ألعاب الأولمبية ديال سيدني، واللي حقيقة نقول بكل افتخار على أن مدينة القنيطرة مثبتة من الأبطال المشهورين عالميا في هذه الرياضة. ثم كذلك لا أنسى أن بعدما كنت طالب وكنت كذلك أمارس رياضة كرة الطائرة، اللي كنت فيها لاعب وكنت مسير وكنت رئيس كذلك في كرة الطائرة، وأنا أقول بكل افتخار على أنني منذ أن تقلت مهمة السير قمت كذلك بصعود الفريق ديال الاتحاد ديال القنيطري من الدرجة الثانية إلى الدرجة الهواة إلى الدرجة الأولى، وهذا منذ سنين لم يستطع هذا الفريق أن يصعد إلى القسم الوطني الأول إلى بعد مده جيد، وهذا كله ابتداء على الإخلاص والمثابرة والعمل اللي قدمناه في هذه الرياضة. ثم هذه كذلك في مجال السباحة حاصل على دبلوم في مختلف رياضات ديال الغوص، وكذلك الجيسكي، هذه كلها رياضات، وهذا يدل على شيء، يدل على أن المهنة ديال أستاذ التربية البلدية يكون دائما على إلمام بجميع الرياضات. هذا ما جعلني على أنني دائما أقوم بتدريب خارج المغرب، وكذلك مشاركة مع الإخوان، وكذلك حضوري في مختلف التظاهرات الرياضية، وكذلك في مختلف السيمينار اللي كنحضر فيهم، وحاصل على عدة دبلوم الحمد لله. شيء يدل هو افتخار لأبنائي وافتخار لمدينة القنيطرة. وكما يقول البط عوام كذلك الحمد لله الابن ديالي هو من الابطال المشهورين في الدراجه الناريه، وكذلك بنتي اللي حصلت على ميداليه ذهبيه في العاب الافريقيه في الكانوي كاياك. هذا كله دليل على ان هذه الاسره الحمد لله تتمتع باخلاق طيبه، وتتمتع كذلك برياضات مارستها واعطت لها مدينه القنيطره. وانا اشكركم لان لاول مره اقولها وبكل افتخار، حضرت في عده لقاءات، وحضرت في عدة بمدينة ببلدية مدينة القنيطرة في عدة تتويج بعض الأبطال، ولكن يحصل لي الشرف أن يفكر أحد في يوم ما في هذا جندي الخفاء على أن تعرف مدينة القنيطرة من هو هذا الرجل وما أعطى لهذه القنيطرة من هذه الرياضة. أنا لا أدخل كثيرا في هذه الموضوع، ما أقول لكم بكل افتخار أنني أقدمت ما يجب ما أقدمه،
وأنا أقول وأقول على أن لا زلت كبر سني، لا زلت لحد الآن رافع راية دائما في مختلف التظاهرات الرياضية. وأخيرا لم تمضي إلا شهرين بألمانيا، الحمد لله انتخبت رئيسا كذلك لسميتو الكونفدرال الألعاب البحر الأبيض المتوسطية، وهذا يدلك تقريبا ما يزيد على 18 دولة من يجعل الثقة كذلك في عبد ربه بين يتقلد الرئاسه ديال هذا ديال الكونفدراليه ديال كاس البحر الابيض المتوسطيه. ومدينه القنيطره ان شاء الله في شهر اكتوبر غادي تحتضن اكبر تظاهره دوليه، وهذه التظاهره وكاس البحر الابيض المتوسطيه لحقيقه اصبحت رئيس ان شاء الله الدرجه الناريه اللي غادي يكون ان شاء الله في ذاك المسار ديال السباق ديال العصام. ولا لازمنا كنطلبوا من السيد السيد رئيس الجماعه الحضريه الجماعه الحضريه باش ان شاء الله يساعدنا، لان هذاك المسار ديال السباق ينضم الى خلق اكاديميه، وهذا هو الهدف ديالنا، وخلق مدرسه من اجل تتبع هذه الرياضه. نحن نقوم بتدريب تقريبا ما يزيد عن 3 مرات في الاسبوع، ولكن هناك حرائق وهناك مشاكل لا يمكن لنا ان يمكن ان نطمئن على هذه الرياضه الا اذا ما وجدنا المساعده واليد كافيه من اجل. كذلك اتصلنا بفرنسا من اجل خلق مدرسه جديده هنا وخلق درجات ناريه التي بمحرك اللي هو اللي ما نبقاش نلوثوا الطبيعه بدرجات ناريه كهربائيه. لحقيقه عقدنا واحد الابرام مع السيد الرباح السيد رئيس، ولكن للاسف لم يكن هناك اتصالات كافيه، ما حصل لي الشرف عاد باش نمشي معهم الى فرنسا من اجل تكميل هذه، ولكن اخذوا واحد المجموعه خاصه ونساو ان الرياضه ديال الدرجات الناريه هي مهمه، نساو على ان الدرجات الناريه اللي هي حقيقه نحيدوها من المسار ديال تلويت الطبيعه باش نلوتوا الطبيعه هذا ونصيروا الى الدرجه الكهربائيه. بعد ما اتصلت بالاخوان بفرنسا وحصلنا على ملف جاهز، ولكن ما كانش هناك متابعه، وانا اقول على ان كنطلب من السيد رباح وربما نعاود نرجعوا هذا الملف من جديد، وعلى ان هذاك المسار السباق يصبح مسار كافي من اجل خلق مدرسه. قدمنا جميع الوثائق المطلوبه، ولكن احنا في انتظار متى يا ترى سيفوض لنا هذا المسار ديال هذا السباق حتى نرى كذلك النور من جديد هذه الرياضه ونطعم الفريق الوطني الذي طعمناه بابطال. لا زال الان الحمد لله ابني بطلا معروف على الصعيد الوطني والدولي، شارك في عده مسابقات دوليه، ولا زال الان يمارس هذه الرياضه، واصبح لدينا ما يزيد 20 مشاركة في مدينه القنيطره، حتى المنحه التي نحصل عليها من طرف الجامعه الحضريه هي محنه ضئيله الى اقصى درجه، وهذه المنحه لا تخول لنا على ان غير المشكل ديال الاله ديال الانطلاقه كتسوى 2.5 مليون اليوم، اصبحنا الان ما يمكنناش ندير واحد مثلا ننظموا تظاهره دوليه وانت غائب على المسائل الاوليه اللي خصك ضروري تكون عندك، نبعدوا من ذاك المسائل التقليديه اللي كنعطيو فيها الانطلاقه بالبلاستيك وهذا. اليوم اصبحت المسائل تقنيه وتطورت، واصبحنا كذلك نفكر في جلب هذه الاله او تركها، وهي تسوي كذلك ثمن باهظ، وهذا الثمن هذا كنطلبوا وربما نجدوا الاله الصغيره من اجل التغلب على هذه الاله من اجل اعطاء نفسا جديدا لهذه الرياضه المفضله. كما اقول لكم على ان النادي انا لم يكن في صبغي ان اقول النادي الذي كنت انضم اليه وهو الاتحاد الرياضي القنيطري. بعد ما عرفت على انني ليس لي امكانيات ان اقوم بتهيئه وتصميم هذا النادي من جديد، فهناك ناس لهم عندهم خبره عندهم مال عندهم مسائل من هي يمكن قاموا، ولكن الحمد لله هذا النادي هذا لحد الان هو مازال المشروع ديالو غادي نقدم، ومازال هذا النادي ما نساونيش على انني لازم غادي نكون المدير التقني ان شاء الله من اجل جلب كذلك الرجوع لهذه الرياضه المفضله اللي عطيت فيها وفنيت فيها عمري كذلك في هذه الرياضه، ولكن الامكانيات الكافيه باش يمكن لي نمارس هذه الرياضه والتصميم يمكن نصمم هذا النادي من جديد، لان كيطلب اول باهظه، والحمد لله اخوان عندهم واحد الفكره او غيورين تهم على مدينه القنيطره وهم تهم رياضيين، فان شاء الله هو الان في طور الانجاز
وان شاء الله من بعد ما غيكملش واحد الشهور او سنه غادي يكون ان شاء الله وغادي يكون الافتتاح وغنجيبوا تظاهره دوليه كذلك اللي غادي نضموها لمدينه القنيطره حتى نعاود نرجعوا للمجد ديال هذه الرياضه من جديد. يعني خدمات يعني كبيره اللي حققتها تحس براسك بانك ما تنصبشيش خصوصا في المدينه ديالك، بالمقابل حظيتي بشرف يعني الوقوف امام جلاله الملك محمد السادس وولدت على يعني شرف وسام، احكي لنا على حقيقه لولا العمل والجدي والعمل الذي قمنا به ولحقنا كل جندي الخفاء انا مدينه القنيطره هناك كاين بعد اللي كيعرفوا هذا الحدث هذا وكاين اللي ما كيعرفوهش وما كيجهلوه ولكن الحمد لله انا العاب الاولمبيه ديال سيدني كنت من الناس اللي هما قدمت بطل من الابطال واللي شارك بوجه مشرف بسيدني كذلك وحقيقه وحصل لي الشرف على ان التقي بصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في القصر والحمد لله قدمنا توجيهات ودعا لنا بالتوفيق وهذا ان يدل على شيء انه رياضي الاول وهذه الخدمات هذه كلها دازت في خفاء وحصلنا الحمد لله على وسام ديالنا اللي معروف على الوسام هذا الوسام اللي هو معروف على الخدمات الجديده اللي قدمناها كذلك في الناحيه ديال كاستاذ ديال التربيه البدنيه اللي انشانا ابطال حتى في المزايا الرياضيه ديالنا الحمد لله ملي كنت انا كاستاذ في ثانويه بن عباد طعمت الفريق الوطني بعناصر جد مهمه ما نساوش هذا وطعمت كذلك الفريق الوطني في كره الطائره هذه كلهم ولكن للاسف حضرت الجميع تقريبا ما يزيد على 20 تكريم ولكن هل من ينادي اليوم انا كنشكركم وكنشكر هذه الاخوان لهذه على هذه البادره الحسنه هذه البادره الحسنه انا ما كنطلبش شي حاجه كنطلب غير الجميل يعرف الانسان على ان من هو هذا الاستاذ ماذا قدم هذا الاستاذ لمدينه القنيطره ما اعطى لي هذا الاستاذ لمدينه القنيطره انا فخور لانني انتمي لهذه المدينه انا فخور انتمي لهذه المدينه لاقدمها ما يمكنني ان اقدم وهذا اشكركم غايه الشكر وكنطلب على ان يكون المجال مفتوح دائما لهذا الاستاذ تم اختياركم يعني من اجل التتويج والتكريم ان شاء الله في الحفله يقوم موقع القنيطره 36 يعني ضمن الفعاليات والشخصيات ديال السنه اللي قدمت خدمات جليله لمدينه القنيطره كيفاش لقيتوا يعني اقول انا اشكر كل من كانوا عصاره فكر وخبره اجيال ضحوا وقتهم الثمين من أجل إصلاء القواعد الثابتة لنجوم هذه المدينة أنا أشكركم وهذه كلمة أفوح بها وأقولها من صميم قلبي وأتمنى ألا ننسى النجوم الأخرى وألا ننسى كل من أعطى الكثير لمدينة القنيطرة حتى نكون من أولئك المسدعين من أجل أن نصفق بحرارة أولئك الذين أعطوا الكثير لمدينة القنيطرة مدينة القنيطرة التي أعطت الكثير من ناحية الأبطال خرجت أبطال كونت أبطال كونت مسيرين وأنا أقول أن هذه البادرة الحسنة أشكركم من صميم قلبي أستاذ هل من إضافات والإضافة البسيطة على أن أتمنى أن يكون العمر مديد وطويل حتى يمكن لنا أن نعطي من جديد ما يمكن أن نقدمه كذلك لمدينة القنيطرة ونحن على أبواب إن شاء الله الجديد والجديد هو سنة الحياة كما يقال لهذا إن شاء الله مدينة القنيطرة ستزدهر بتظاهرة رياضية في مستوى العالي وتظاهرة التي هي وطنية وكذلك أولمبية ونقول أنها رياضة في المستوى العالي هو هذا كأس البحر الأبيض المتوسط الذي ستشارك فيه ما يزيد على 18 أو 20 دولة هذا افتخار مدينة القنيطرة إن شاء الله في شهر أكتوبر ولن نكتفي عن هذا ولكن إن شاء الله هناك جديد آخر في رياضة أخرى أنا لا أقول بأنني كرئيس نادي أو رئيس جامعة أكتفي بهذا ولكن كل ما أريد أن أعطي مدينة القنيطرة أقدمه ولهذا أرى أن كل ما أقوله هو أن أصبح الآن منبر إعلامي جديد اللي هو حقيقة يفكر في نجوم هذه المدينة وهذا المنبر الإعلامي أنا أشكره من صميم قلبي وأتمنى أن يستمر في هذا المشوار السعيد وفي هذه الخطوات الجليلة.